تفاحي احلى تفاح، تفاح الزبداني من هالموسم يا ام نجوى رحم اللي جزداني. تفاحي احلى تفاح، تفاح الزبداني ومن هالموسم يا ام نجوى رحم اللي جزداني. شايفي شايفي يا ام نجوى قديش هارر تفاح على الارض من الهوايه اللي اجى امبارح. شو بدنا نساوي يا ابو نجوى؟ هالشغله بتصير مع كل الناس. شو يعني؟ ما بدك يهر تفاح من على الشجر؟ الشغلة عادية. عادية؟ قال عادية قال، وكأنه هالتفاح يلي عم يهر من على الشجر ببلاش ومش حاطين عليه دم قلبنا. قسما بالله يا أم نجوى، كل ما بتهر تفاحة بحس قلبي وقع من مطرحه. هي شو صار لك يا أبو نجوى؟ حاشت نقبقة طوشت لي راسي. حمود ربك وشكره إنه التفاح هالسنة حامل والموسم ممتاز. لا 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 يا نجوى، لا لا، الله يهديك ويصلحك على هالعملي. ليش هيك عملت؟ اي شو عملت؟ شو عملت يا بي؟ اشتهيت تفاحة وقطفتها واكلتها. صحة وهنا على قلبك يا بي، بس يعني كل هالتفاح الملحوش على الارض قدامك ما عجبك؟ ضروري تقطفي من على الشجرة وكأنك خانم من المدينة. بس انا ما بحب اكل تفاح ساقط. ليش شبو التفاح السيقيط؟ من طول عمرنا بناكل تفاح سيقيت وعين الله علينا، بقى منين طلعتي لي بهالعادي البشعة يا نجوى؟ خلص يا ابو نجوى لفها، البنت استحلت تفاحة من على الشجرة، شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ حاضر يا ستي، وهي لفيناها، بس إذا اشتهيتوا مرة ثانية على التفاح قولولي أنا بدبركين. أي أنت هنيك شو عم تعمل عندك ولا؟ العمى بقلب العمى، ولك منين هالولد هذا اللي عم يخطف تفاح وكأنه الدنيا سايبة؟ ولك وقف عندك، وقف هنا، وقف عندك هنا، وقف تابرشيك، يخرب بيته وهرب. ولك يخرب بيت هالولاد، شو شقرين يا ام نجوى، رح يموتوني، رح يوقفوني قلبي. يعني لسه التفاح ما استوى وبلشوا يسرقوا، كيف لكان لما بيستوي؟ عرفتوا ابن مين هالولد؟ لا والله ما عرفتوش، هرب مني مثل ابو برايس، مثل الحر داون هرب. بس الله رحمه، ها لاني لو قدرت القته كنت سلخته كفين، مثل طباق الجمر، مثل فراق الوالدين، وكنت ربيت فيه ولاد الضيعه كلها. ولكن العمى يعمي عيونهن عمي، يعني الشغله بتخلي الواحد يحط عقله بكفه. يعني نحن منزرع ومنسقي ومنحرث ومنعشب ومنبخ المبيدات وما مننامش الليل خوف من الصقيع، ومندخن شجر ومنسهر ومنفكر ومندعي لربنا ومنربي شجر كل شبر بندر، وبالأخير تجي هالناس تسرقنا على البارد المستريح. يلعن هالتربية شو عيطلي، يخرب بيت هالولاد شو قرود، قرود هذول مش ولاد. يا ابو نجوى، اذا بدك الله يبارك لنا بهالرزق لا تدورش على هالكم تفاحه اللي عم ياكلوهم الاولاد. قول بقلبك صحه وهنا بيكون احسن. ولك شلون صحه وهنا انت ثانيه؟ ها شلون يعني؟ اذا كان رزقي مبحبح ضروري العالم تنهبني، اما هاي سمعه. كلامك صحيح يا ابو نجوى، بس انا ما بتصورش انه هالولاد عم ياكلوا تفاحنا بقصد السرقه. منظر التفاح على الشجر حلو حلو وبيغري. ولك يا ام نجوى فهميني فهميني شوي، انا مش من شان التفاحه والتفاحتين، بس الولد لما بيخطف بيده يعني عم يكسر عروق الشجر كلها مشان تفاحه وحده. ولا تنسي يا ام نجوى انه الشجره بدها يد حنونه، بدها قلب رحيم، بدها رعايه مثل الولد الصغير تماما، بقى ما بيصرش بتاتا مين ما كان يكون يمد ايده ويقطف. شو شغلي سايبة يعني؟ ولك نيال هالشجرات عليك يا ابو نجوى. وليش بقى؟ يعني يا ريتني كنت شجرة بهالبستان، بلكي بتحن علي شوي. شو امي؟ شايفة اشتغل الغزل؟ ليش لا؟ شو فيها انغزلت لبيك شوي؟ فيها شي عندك مانع يا ابو نجوى؟
لا ما عنديش مانع، بس راحت ايام اللولو يا ام نجوى، والعنزه سيرحه غير امبارحه. يعني هلق ما فيش بالكرم غير الحطب، يعني هلق بدنا نغازي. هلق يا مره، بعد ما اهترينا من قدام وورا. يلويه يلويه، خليك عم بتغازي للتفاح والشجر، لانه بطل مفعولك عند البشر. ايه يا ابي، شو بدك سجل لك كمان؟ سجلي عندك يا بنتي 20,000 ورقة قسط البنك الزراعي، وهي 20,000 ورقة. وسجلي عندك يا نجوى 7,000 ورقة للصيدلية الزراعية، حق مبيدات وأدوية، وهي 7,000 ورقة. لا تنساش دينات خيب وسالمها، لأنك وعدته توفيهن على الموسم، مش حلوة نتأخر عليه. هلق كثير خايفة على دينات خييك؟ شو يعني رح ناكلون علاه؟ ولا شايفتين رح اترك الضيعة واهروب مشان دينات خييك؟ بعرف مش رح تاكلون علي، بس عم ذكرك تذكير يعني. ايه كثر خيرك والله. عم تذكرني. بسيطة، سجلي 10,000 ليرة لخيلك. قديش صار المبلغ جمعا يكون؟ هيك صاروا 60,000 ليرة. 60,000 ليرة بابوشتي. ذكروني يا جماعة، شو في عنا مصاريف ثانية؟ يا بي ليش ما بتغمقنا البير؟ المي كل مالها عم بتقل سنة عن سنة. ايه والله يا بنتي، البير صار لازمه تغميق يا تعزيل. اصبح على هالحالي ما رح يزيد لنا شي من الموسم، من موسم التفاح رح نطلع نحن والموسم راس براس. طيب يا بي ليش ما منخزن التفاح بالبراد ومنخبيه للشتاء؟ أكيد بيجيب سعر أحسن. أفيناش نستنى للشتاء، المصاري لازمتنا هلا. وأيمتين رح نبلش نقطف يا أبو نجوى؟ يعني شي أسبوع زمان مش أكثر، ووقتها بيكون التفاح استوى مليح. قومي نجوى الله يرضى عليكي، جيبي لنا صحن تفاح من التفاحات اللي لميناه امبارح. على عيني. تسلم عيني. تأمر على الراس وعلى العين، اشرب واسقيني من العين. تأمر على الراس وعلى العين، اشرب واسقيني من العين. مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب، مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب. معقول نلاقي محبوب؟ مش معقول نلاقي اثنين. تأمر على برافو برافو. يلا عبلا قومي صار دورك. لا حبيبتي معلش، انا خلوني للاخر. هي الاخر كلياتنا رقصنا الا انتي. يلا عبلا لا تنطفي قلبنا، قومي هزي خسرك وخلصينا بقى. لا تحرجوني في ريال والله ما بعرف. عبلا عبلا عبلا. طيب طيب ماشي، بس بتزقفولي منيحه لاني ما بعرف ارقص اذا كانت السقفه نايطه. انتي رقصي واتركي هالشغله علينا ولا يهمك. يلا غنولي. يلا ميل يا غزيل يا غزيل، ميل ميل يا غزيل ويا غزيل، ميل ميل لك ميولي، ايل لك ايولي، ميل لك ميولي، ايل لك ايولي. لسقك فنجان قهوه ميل، لعمل لك تبولي ميل. لسقك فنجان قهوه لعمل لك تبولي. اه منك يا غزيل يا غزيل، اه يا غزيل يا غزيل. ايه ما تبله التفتيله يا حق، وين كنت بخبيه كل هالمواهب؟ ايه لا مواهب ولا شيء، كلها شوبره بشوبره. لك ايه يسلم لي التواضع يسلم. يا جماعه هلا بدنا نسمع صوت اميره، ان قالت ايه وان قالت لا. اعوذ بالله انا ما بعرف غني منوب. شلون ما بتعرفي تغني؟ من امبارح غنيتي لي قمره يا قمر لا تطلعي على الشجره. صحيح، بس كنت منسجمة. شو هالشغلة؟ ولا يهمك، هلا منخليك تنسجمي غصب عنك. بس أنا. إيه إنتي إنتي، بدنا أميرة. أميرة أميرة أميرة. بس بتردوا ورايها؟ إنتي بس شو نحن بنغني معاكي.
يا مايا يا مايا تدعسك انتو مايا. هلا هيك رح نشتغل؟ الحق عليكي، انتي اخترتي لنا غنية ما عنا حافظينها. خلص خلص حغيرها بس تكون شي اغنية هادية. لا ام كلثوم احسن شي. ايه ليش لا؟ على عيني. طول عمري بخاف من الحب، ريتك تقعي بالجب. شو الظاهر متآمرين علي ما؟ لا والله بس بدنا نضحك شوي. وما لقيتوا تضحكوا إلا علي؟ طيب بسيطة. شو علي؟ لوين رايحة أميرة؟ مستأنسين. رايحة أجيب شوية تفاح. لا تكوني زعلتي أميرة. لا والله ما زعلت، بس فعلا إجا على بالي التفاح. هلأ لا تعملي حيال علينا، بكرة معزومين لعندي على منسف تفاح، وأحلى تفاح جولدن وستاركن لعيونكن. ومن لك الكرم المفاجئ أنت التانية؟ بعدين على حد علمي أنتو ما عندكم بساتين. وشو يعني؟ إذا ما عنا بساتين ما بناكل تفاح؟ لا تكوني ناوية تغزي شي بستان ها؟ وشو المانع؟ ليش فكرك أول مرة بعمله؟ بالعكس، كل ما إجي على بالي أكل تفاح فوت على شي بستان بقطف يلي بدي إياه وبطلع. وبركي حدا شافه؟ وإذا شافني؟ شو هالشغلة يعني؟ أصلا مين بده يحكي مشان كم كيلو تفاح؟ ومن عند مين بكرة ناوية تجيبي التفاح؟ من بستان أبو نجوى، لأنه عنده تفاحات بيطيروا العقل، طعم ونكهة وكبار، كل تفاحة هالقد قدها. يلا يصلحك يا عبلة، ما لقيتي غير أبو نجوى؟ ليش بو أبو نجوى؟ إيه هذا الزلمة بخيل ومأنشح، وإذا شافك فايتة على البستان بده يعمل لك مشكلة. إيه هو لأنه بخيل ومأنشح بدي آكل تفاح من عنده، وبصراحة طعمة التفاح من عند واحد بخيل أطيب وأحلى. بقى شو رأيكم يا صبايا تروحوا معي بكرة؟ لوين؟ على بستان أبو نجوى. شو عم نغني بالطاحون؟ نقطف يلي فيه النصيب ومنهرب. لا حبيبتي لا، نحنا لا دخلنا ولا خرجنا. نحنا بناكل وبس، والباقي عليكي، لأنك أنت اللي عزمتينا، ولا مالك قد كلمتك؟ ولو أنا اللي قد كلمتي، وبكرة بتشوفوا. وقفي عندك كمشتك كمش اليد يا سراقه يا حراميه يا لصه. لك يخرب بيتك وبيت بيتك. شو ما عندك انت ضمير ولا وجدان يا سراقه؟ لا تقول سراقه، خلاصي ولي سراقه انت وستمائة سراقه كمان. ولك عين تحكي؟ لا تقول خلاصي، انا ما عم اسرق. مش عم تسرقي؟ لكن شو عم تعملي عندي بالبستان يا بعد عيني؟ وهذا التفاح اللي على الارض مين قطفوا لكان؟ أنا قطفتهم، استحليت كم تفاحة وحبيت أكلهم. شو صار يعني؟ ها حبيتي تاكليهن حبيبتي؟ إن شاء الله ياكلك السم الهيري يلي يهري بدنك إن شاء الله. وليش عم تسب؟ شو صار لك أنت؟ يعني ما بقى غير تضربني مشان كم تفاحة؟ وك بدي أضربك وأحسب الله ما خلقك. فهمتي ولا ما فهمتي ولي؟ لا والله ما فهمت. يخرب بيتك شو شخرة قاعد بحضننا وعم تنتفي بالذقنة؟ مالي قاعد بحضن حدا أنا، زين ألفاظك أحسن لك. أما هذه سمعة هذه يعني أنتي بدك تعلميني الأدب؟ لا
بس لازم تعرف تحكي مع الناس بأصول. أي ورصاص يخلع رقبتك خلع. عم تضربني كمان؟ الله يبعث كسر لأيدك إن شاء الله. لك انقلعي من بستاني، انقلعي من بستاني قبل ما يطلع جناني، انقلعي. ماشي الحال، رايحة. بس والله لخليك تندم وتدق راسك بالحيطان على هالكف اللي لطشتني إياه. والله لا دفعك الثمن غالي يا أبو نجوى، وبكرة بتشوف. أنا بورجيك. إيدك وما تعطي. يخرب بيتك، لك يخرب بيتك، شو دبي وبغلي أنت؟ عال والله فوق حقه دقه. يا حرام على هالدفة حياة، يا حرام على هالدفة حياة. يا طيب معقول الحكي اللي عم تحكيه؟ إيه شو صار بعدين؟ بعدين ضربني كف بإيده اللي مثل المخباطة وبهدلني وسبني. يبلى إيده بالكسر إن شاء الله. شو مفكر بنات الناس سايبة ولا مقلت ظهر مقطوعة من شجرة؟ ضربك كف؟ أنا بنتي بتمضرب كف؟ بسيطة يا أبو نجوى، والله لا دفعك الثمن غالي. يا عمتي طول بالك هالرجال ما وصلت لهون. تركوني تركوني، خلوني أخذ بتاري من هاللئيم. لا لا خلص إن شاء الله القصة مو محرزة. لك شلون مو محرزة؟ أنا بنتي تضرب كف؟ بعدوا عني بعدوا، خلوني أتصرف، اسمه دمي فاير. أبو عبلة يا أبو عبلة أبو عبلة، هذا صوت المختار، ركض افتحي الباب أوعم. دخيلك يا مختار، بي حامل الجفت وبدي أقوص أبو نجوى. وين أبوكي؟ جوا تفضل. يلا. يا أبو نجوى ما بيصير هيك، أنت رجال كبير ومقدر وما بيصير تضربها كف. شلون أبيصيرش أضربها كف؟ وحدي وحدي حرامية بتستاهل أكثر من هاي كمان. حرامية؟ إيه حرامية، لأني لقد طلقت اليد وهي عم تسرق تفاح من البستان، وهذا هن هذا هن التفاحات يلي سرقتهم. شوف يا مختار، شوف بعده أعشر بقى، مش حرام ينقطف عن أمه؟ مش حرام؟ والله إذا كان هيك الموضوع اختلف. معلوم اختلف، وبيني وبينك أنا بحمد ربي إنه الشغلة انقضت بشقفة كف. يعني أنا لو بدي كبر القصة وأعمل لها إيدين ورجلين كنت اشتكيت للشرطة ودكيتها بالحبس. يا أبو نجوى اسمعني وفهم مني منيح، أنت بيجوز الحق معك، بس كمان الموضوع ما بيستاهل. يعني ما كان في داعي تعمل كل هالشي من شان كم تفاحة لا راحوا لا إجوا. كم تفاحة ولا طاون تفاح، المبدأ واحد يا مختار، السرقة سرقة، واللي بيسرق بيضة بيسرق جمال. بقى بلي خل منحوس أبو عبلة حتى يسد حلقه ويخروس ويربي بنته مثل العالم والناس. عن إذنك